المهم ما بغيتش نبكي. وحق الله العظيم يعني تنقول محمود شوف هاتيتا جات، لانه ما كاينش يعني مات محمد ميتة الله يرحمها، الام ديالي ما كايناش حتى هي، فالحمد لله شكرا لكم من هنايا كبرتوا بيا. تحلوا معكم هذه هي اللي جابتهم فاطمه المهم حماتها وراجلها. والله غندير فيهم ديكورات زوينين، هذه بالون الصابون هذه دير فيها ديكورات وعلم المغرب. ياس مين مش كاين لا انا على المغرب حافظي وداك الشيء. وهذه عبد محمد اللي مدايره. محمد جوز فاطمه مش جنة. لا مش ماشي محمد حل لك وانا راح بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا استاذ محمد. واش تحبك؟ انا غادي اصبري حلو من هنا من جنان. شوفي قول جزمة هنا جزمة الله تعرف فردة وحدة
والنمس محمد يفرد الفرد الثاني الله يبارك لك. كمل الطعم. شو اللي قلبوه هنا؟ فيش حاجة والله. ليكون جوا التغليف، ما التغليف ده مهم اصلا. بس خلاص حلو، بس تلمت الثاني خلاص. خلي مع الفردة. لا 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 لقينا. هاي هنا. فردة داخل فردة يعني. ودي اللي هو كده؟ هذا هذيك ده حمال زوينة كده حلو. بتاعت الأطفال دي شيكو كتف شيكو دي زوينة. شيكو معروفة ماركة زوينة. الحمد لله. دي دلوقتي عمر كام دي تشتغل فيها؟ زائد مش ربع. زائد ربع. قولي لي عيبة. أصلا يعني غير يشرب شوية ما بديش أترك باقي. أترك وأنت؟ أيوه. أنت من هاد شيكو معروف ومعك شوية. ماركة نظيفة. كمية كيسة. تنعسوها هكذا يا اما تحطوها هكذا يعني في فاضي الموجود الجيل. خلاص ايوه. مش لينا احنا لا لا نوعيه نظيفه صراحه. شيكو غاليه ما شاء الله يعني. تسكن هذه هذه تسكن قاعد تسكن وهذا قد يلا طبعا كتر خيرهم يعني وتجيبوا لهم في الافراح ان شاء الله. يسلموا على هداياهم وعلى حاجتهم وعلى زينتهم الحلوه صراحه لينا يعني كتر خيرهم لفاطمه والبشمهندس محمد. والله ونسونا الصراحه والله لو ونسونا عشان نخرجوا من دار سقطت. من بورسعيد اللي هنا مشوار بعيد يعني يمكن خمس ست ساعات يمكن. ندير لنا جو في الدار. والله كتروا بينا صراحه و مبارك في اعمارهم ومبارك في اسمها ايه ماما هنو ويسلموا ويعيشوا ونرد لهم في افراح ان شاء الله وفي الخير كله ان شاء الله. هذه تتحطوا باش ما يقاس شويه يعني ماشي كده يعني باش ما يقاس باش ما يقاس باش ما يقاس باش ما يقاس باش وين لا تهادي وين تخليلة شكلي 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 اي أيوة والله بيغلف حلو. بشمهندس محمد هو المغلف الهدايا دي عنده ما شاء الله صراحه ما شاء الله عليه يعني احتفظوا بهاد وديك نحطهم لي في غرفته. انا كنت احتفظ العربيه شنو هي ساحه المغرب نشوف الله اعطيني زي هذا هذا كيس شتي هنا شوف ونسينا واحد كيس خور هذا ملصقهم بالكولا بالشمع بالشمع من الكوره وقيله نفتحها برضه ثاني حاجه كده مبيناش ايه؟ مبيناش ايه؟ بالبوله هذه شريتهم من القاهره بالبوله المغربيه شريتهم من ما عرفش مسيل زين على فكره يتعمل منه الكشك الصعيدي برضه ده شيشة الشعير يتعمل منه الكشك الصعيدي في الصعيد عندنا اي شعير هذا شويه على ما اظن يعني فيش كلام كده على ما اظن اصل في حاجه زي كده هذا في كتبع في دشيش شعريه تعمل شيش ما اعرفش ممكن ما اعرفش والله ما عنديش المعلومه. وكنا معكم في هدايا فاطمه والبشمهندس محمد حول ونلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم غزالات. المهم هذا ثاني نهار
لان البارح ما كملناش صراحه، غير فتحنا دوك الهدايا ما كملناش، لانه سي محمود كان كيبكي وباغا كان باغي ياكل في الجوع باغي يبدل، المهم كان كل شيء قلط عليه. فالمهم غير بغيت نختم هذا الفيديو، بغيت نشكر فاطمه ماما هنو وسي محمد ونقول لهم شكرا لكم، الله يكبر بكم. صح جاو ونسوا بينا وجاو عمروا علينا الدار صراحه، كما قلتها لهم لبعد حسيت اني ولدت واني نافسه الحمد لله، لانه صراحه داك الشيء اللي داروه والله العظيم يعني فرحوا قلبي انا ومحمد صراحه. ملي خرجوا من الدار والله حسيت بالكآبه في الدار، كانوا دايرين واحد الجو زوين يعني كما كتشوفوهم في الفيديوهات، ولكن كتار من هكذاك يعني ملي كتبركم معاهم صراحه كتحسوا بواحد المهم واحد الفرحه، كتحسوا بواحد الراحه صراحه والله العظيم. ماشي كنجامل، راكم عارفيني انا ما كنجاملش اللي كاينه كنقولها، ولكن انا من النوع اللي عزيزه ليا بحال هاد النوعيه ديال الناس اللي تتبركي معاهم واخا يكون عندك هم الدنيا وهم يعني وهز ما عرفت اشنو عندك جبال فوق من كتافك ديال الهموم، كتنساي وكتلقاي راسك كتضحكي وفمك كيولي كيضرك بالضحك والله العظيم. زعما كاينه البنات يعني بحال هاد النوعيه ديال الناس قليله قليله، كاينين واحد النوعيه ديال الناس اللي كيعطيوك دائما واحد الطاقه اللي هي سلبيه. انا بحال هاد الناس صراحه ما كان يعني ما عزيزش عليا، ما كان يعني صافي ما كنحاولش اني هكذا يعني نبرك معاهم، ولكن بحال فاطمه وعائلتها الصغيره صراحه والله العظيم من كل قلبي كنقولها شكرا لكم. جيتوا ونستونا ما حسيناش بالوقت نهائيا، ما حسيناش يعني كيفاش داز داك الوقت، ضحكنا هكذايا غنينا كلينا شربنا، اكيد هادشي كلشي كتشوفوا غتشوفوا في الفيديو، قلنا يعني بعد ما صورناش كلشي ما صورنا داكشي بالتفصيل، غير بغيناكم تونسوا معنا بغيناكم تضحكوا معنا، ولكن انا متاكده انا هذا الفيديو غادي يعجبكم بزاف. داروا لي اسبوع مصري لانه قالوا لي واش درتي اسبوع، قلت لهم ما درت الاسبوع، واش درتي هذه ما درتهاش، واش درتي هذه ما درتهاش، قلت لهم ما درتش لاني صراحه ماشي نعرفش انا بداك الشيء المصري وحتى المغربي يعني عندي كل شيء، ولكن ما يعني طالما ما كاينش معك العائله ما كاينش مثلا خواتاتك ما كاينش الام ديالك هذاك الشيء، لانه هما اللي كيديروا ماشي انت غتنوض ديري بوحدك. فداروا لي اسبوع غير بديك الكنكه ديال القهوه. سي محمد صراحه واحد الانسان اللي هو الله يعمرها دار، واحد الانسان اللي هو ضحوكي تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظه الله يحفظ فاطمه والله يطول عمر ماما هنو الله يحفظها لنا حتى هي مسكينه، ناضت ودارت ليا المغات اللي هو واحد المشروب بحال حنا نقولوا البيض البلدي وحليب وحب رشاد وداكشي اللي كنديروا حنا، هذا كيديروه المصريين هنايا في مصر باش كتشربوا نفسها. انا ما شربتوش متحد ما داروا لي ما شربتوش وما نعرفش ليه، فجايبه مسكينه معها داكشي مخلط وجايبه السمنه والمكسرات وداكشي والله العظيم. سولتني قالت لي اش درتي، قلت لها لويا جبد الميكا من جنب منها. فربي يخليك ماما هنو شكرا لك والله العظيم، جيتي بحسيت بحال امي انا اللي جات عندي والله العظيم. المهم ما بغيتش نبكي وحق الله العظيم يعني تنقول محمود شوف هاتيتا جات، لانه ما كاينش يعني مات محمد ميتة الله يرحمها، الام ديالي ما كايناش حتى هي، فالحمد لله شكرا لكم من هنايا كبرتوا بيا، شكرا لفاطمه اللي جايبه طنجرها وبرمتها وجايه تاهي مسكينه بالرفيزه، شكرا لك الله يكبر بك. اكيد مره اخرى غنتجمعوا ان شاء الله، المهم هادو غير جمع ديال الفرحه. تمنيت اهلي يكونوا معايا ولكن الظروف يعني منعتهم، فالحمد لله ان شاء الله نتلاقاو في المغرب ان شاء الله نديرو اسبوع مغربي. ففقط هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ندردش دابا جيت باش نختم الفيديو بالضحك، ختمتو بالبكاء الفيديو كله ضحك ونشاط، ختمتو انا بالبكاء، ولكن بصح يعني ماشي كان جامل راكم عارفيني، حسيت اهلي جاوا عندي فالله يكبر بكم. مرحبا باي واحد بغى يجي عندي مرحبا بي، كنقولها وكنعاودها فاطمه راه دائما كتواصل معايا دائما كتسول فيا يعني قبل شحال هذه دائما تنسول فيها يعني برا على اليوتيوب. صراحه الفيديو ما كناش غادي نصوروا، انا ما كنتش غادي نصوروا صراحه، ولكن لقيت نفسي قلت علاش ما يتصورش هذا الفيديو بحال هذه الفيديوهات اللي خصهم يتصوروا كما قلت لفاطمه، بحال هذا الفيديو ديال ان بنات البلاد خصهم يتحنوا مع بعضياتهم
خاصهم يكونوا جنب بعضياتهم في الضراء وفي السراء. طبيعة الحال اللي يقدر يعطي مثلا يرى ضرب مسافة ومحمود ومنالتهم ضربوا مسافة باش جاو عندي، فبحال هاد الفيديوهات اللي لازم يتصوروا بكل صراحة. مهم ما غاديش نطول عليكم، ما عرفش هاد الفيديو واش غادي يجي طويل او لا، ما غاديش نطول عليكم، ولكن كنتمنى الا جا طويل تسمحوا ليا وتشوفوا، لانه فيه بزاف ديال الفرح، فيه بزاف ديال الاحاسيس يعني قليل اللي غادي يفهمها. كنقول لكم مع السلامه، سمحوا لي على هاد الدموع. انا دموعي ولا كينزلوا دغيا، واقيلا جا عندي ولا عندي الاكتئاب. المهم نقول لكم شكرا لكم، مع السلامه، ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني كله افراح وكله مسرات مع بنات بلادي زوينات، بنات بلادي اللي كيبغيو بعضياتهم. شكرا لكم، باي باي.